السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مشروع عالي جدا، راح نتكلم عن توزيع المياه للمشروع. مع أول نقطة، هذا يسمى محبس رئيسي لشركة مياه الوطنية، ويوجد في كل بلوك للمشروع، ويتم عن طريقه توزيع المياه لجميع العماير. كما تلاحظون الآن يوجد عداد لشركة المياه الوطنية بمبنى رقم 3، ويوجد في جهة أخرى أيضا عداد لشركة المياه الوطنية خاص بمبنى رقم 4، ويوجد لكل مبنى في المشروع عداد مستقل لشركة المياه الوطنية. هذا عداد منفصل لكل مبنى تم تنفيذ الأعمال من قبل المقاول الخاص بالمشروع. يوجد قارئ العداد، ويوجد من جهة اليسار ماسورة قطرها 50 ملي، يتم تغذيتها من المحبس الرئيسي لشركة المياه الوطنية، ويتم احتساب استهلاك المياه للمبنى بمتر مكعب. ومن الجهة الأخرى، هذه ماسورة يتم من خلالها عملية التفريغ إلى الخزانات الأرضية. هذا الخزان الخارجي، ويوجد بداخله مضخة لرفع المياه للخزان العلوي مصحوبة بعوامة. نحن الآن في أحد نماذج شبكات المياه العلوية. هذا هو الخط الصاعد الذي يتم تغذيته من الخزانات السفلية إلى الخزانات العلوية. هذا خزان رقم 1 لجزء من المستفيدين، ومن الجهة الأخرى خزان رقم 2 المغذي لباقي المستفيدين. هذا الخط النازل وقطره 75 ملي، ويتجه إلى عدادات شركة مياه الوطنية. كما تشاهدون وجود عداد مستقل لكل مستفيد لحساب استهلاك وحدته السكنية، بالإضافة لوجود عداد خاص بالخدمات. وفي نهاية الشهر يتم فرز استهلاك جميع المستفيدين عن طريق اتحاد الملاك، حيث سيكون هناك شخص مسؤول من كل مبنى يتم ترشيحه من قبل المستفيدين لتولي مهام المبنى بشكل عام. بالإضافة لوجود مضخات تعويضية للدور الخامس والدور السادس لضمان تدفق الماء بشكل سليم. نحن حاليا في منطقة غرفة النفايات. كما تشاهدون يوجد لوحة تحكم، سوف نذكر لكم نقطة مهمة عن لوحة التحكم. يرجى قطع من جميع المستفيدين للمبنى عدم تغيير معيار لوحة التحكم لتفادي أي عطل تحدث في المضخة بشكل عام. تم دراسة معايير المضخة واعتمادها من قبل المهندسين للمشروع على أسس معينة.